بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما وعدنا اخواتنا الطلاب، طلاب الثانويه العامه في الحوامديه، ان احنا مش هنسيبهم لوحدهم وان هم يطمنوا، وان احنا نعمل لهم مراجعات يوميه للامتحانات لكل المواد، وهنجيب المدرس الاول وافضل مدرس دايما في كل ماده. دلوقتي ان شاء الله هيبدا معانا استاذ ممدوح جاد، مدرس اللغه العربيه اللي كلكم طبعا عارفينه، وغني عن التعريف، راجل في قمه الاحترام وفي قمه الادب. اما قلت له ان احنا عايزين نطمن اخواتنا الطلاب، طلاب الثانويه العامه في الحوامدية، قال لي أنا تحت أمرهم ورفض ياخد ولا جنيه، وقال لي دول ولادي وإخواتي وأنا تحت أمرهم في أي وقت. هيبدأ معانا مراجعة دلوقتي حالا لمادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية، وهو معاكم دلوقتي حالا. أهو اتفضل يا أستاذ ممدوح. بنتكلم بداية عن إزاي تجاوب في الامتحان، ودي أهم حاجة، لأن مش كل اللي ذاكر بيعرف يجيب درجة. في بعض الطلبة بتذاكر كويس جدا وبتضيع درجات في طريقة الإجابة، لا بيعرف يعرض الإجابة ولا بيعرف يكتبها. فبداية بننبه على شوية تنبيهات مهمة، دي ما تضيعلكش أي درجة إن شاء الله. أولا بنقول لك اقرأ التعليمات جيدا، سواء في مقدمة دراسة الامتحان فيها تعليمات اقراها كويس أوي، أو اقرأ مقدمة السؤال اللي بتجاوب عليه، ودي مهمة جدا. في بعض الأسئلة أو معظم الأسئلة بيبقى ليها مقدمة، المقدمة دي ملهاش علاقة بالمطلوب تماما. بتلاقي معظم الطلبة تقرأ المقدمة وتبدأ تجاوب من غير ما تعرف المطلوب، وبالتالي درجات بتضيع وانت مع انه مذاكر. تمام. يعني مثلا انا نفسي كنت بحل في مجموعة امبارح مع ولدين، كان السؤال عندهم في المنهج: لقد خطأ تلاميذ البارودي بالشعر خطوة فاقت ما صنعه البارودي. كلنا جاوبنا واحنا قاعدين انا والولدين مظاهر التطوير عند تلاميذ البارودي اللي انتوا عارفينها في المنهج. وبعد ما خلصنا وخلصنا الامتحان كله اتفاجئنا ان السؤال هو الصوت علق. بس، الصوت علي الصوت شوية معلش. اتفاجئنا انا والطلبه اللي معايا ان السؤال علل، مش ما مظاهر التطوير، وعلل غير ما مظاهر التطوير. علل يبقى هو عايز اسباب التطوير وعوامل التطوير عند تلاميذ البارودي، مش مظاهر التطوير. فالمقدمة بتبقى شيء والمطلوب منك شيء تاني، فما تفرحش بالمقدمة اللي انت بتبقى حاسس ان انت عارف السؤال ده ويبقى المطلوب حاجة تاني خالص. فلازم تقرأ مقدمة السؤال والمطلوب منه، مش المقدمة بس، ودي مهمة جدا. الحاجة التانية اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه قبل البدء في الإجابة، فكر فيه كويس قبل البدء في الإجابة. ثالث حاجة تنبيه بسيط، بتستخدم قلم جاف أزرق، مفيش الجل ولا الكلام ده كله. القلم الرصاص للتسطير ولو مادة فيها رسومات، ما يستعملش الرصاص غير في كده. ومفيش حاجة اسمها استخدام مزيل الكتابة اللي هو الكوريكتور، مفيش الكلام ده في الامتحان. حاجة كمان، لما تيجي تجاوب على الأسئلة المقالية، مهمة جدا الكلام ده، لما تيجي تجاوب على الأسئلة المقالية أجب في المساحة المخصصة للإجابة، المساحة المخصصة للإجابة. طب في حالة الحاجة لمساحة أخرى، تستكمل إجابتك في صفحات المسودة اللي ورا مع الإشارة إلى الإجابة. يعني إيه الكلام؟ يعني أنا هو سايب لي مثلا هنا 4 سطور للإجابة، أنا جاوبت الإجابة بتاعتي، خلصت ال4 سطور ومحتاج أكمل. لو محتاج تكمل سطر ممكن تجيبه أنت هنا على آخر المربع، لكن لو أنت هتكمل كتير لأ، تروح مفيش داعي دي بقى خالص، وتعمل باقي الإجابة، تكتب كده تشاور باقي الإجابة في المسودة، وتيجي في المسودة تكتب رقم السؤال. يعني أنت الامتحان عندك
ما فيش حاجه اسمها ادب وبلاغه، ما فيش فرع الادب لوحده فرع، لا انت لازم تعال عندك واخد ارقام من 1 لـ50، من 1 لـ50. فانت عندك ده السؤال مثلا 34، يبقى بتيجي في المسوده اجابه السؤال او باقي اجابه السؤال 34 وتبدا تكمل اجابتك. يبقى انت لازم تكمل في حاله انت محتاج لمساحه لاستكمال الاجابه، تكمل في المسوده مع الاشاره الى رقم السؤال تشير اليه في المكان اللي انت خلصت فيه وفي مكان المسوده للسؤال. ادي واحده. حاجه كمان، واعلم ان اجابتك باكثر من اجابه يتم تقديرها. يعني في الاسئله المقاليه كل اللي انت شايفه ينفع تبع الاجابه اكتبه. الاجابه الصح هي اللي هتمشي، هيقدر كله الاجابه الصح هتمشي معاك. واضح الكلام؟ دي مهمه جدا. قبل ده كله واهم تنبيه يتنبه، تعد صفحات كراسه الاجابه بتاعتك، تتاكد انها 28 صفحه. دي مهمه جدا. ليه؟ هتلاقي مكتوب عندك في التعليمات اللي على الورقه ورا بره خالص ان الورقه طالما طلعت من ايد المراقب بقت في ايد الطالب، الورقه مسؤوليه الطالب. ده عقد ما بينك وما بينه اهو، الورقه مسؤوليتك. فانت ممكن تمسك الورقه تقعد تجاوب ساعتين عمال تجاوب وخلصت الامتحان، وبعد ما خلصت انا ما جاوبتش ادب. تبص على الورقه ما فيهاش ادب، هتنادي للمراقب استاذنا انا الورقه بتاعتي ما فيهاش ادب، هياخد ورقتك يقطعها لك قدام عينك وقلبك بيتقطع معاها، ويدي لك ورقه جديده ويقول لك ابدا من جديد. ومش كده وبس، وهستلم مع زمايلك. يعني ما بقالكش غير ساعه من الورق من الوقت بتاعك، وتتكلم معاه يا باشا اقرا إيه التعليمات، احنا اتفقنا عد عدد ورقك وانت المسؤول، فانت اللي ما عدتش. فلازم اول حاجه تعملها اتاكد من عدد صفحات كراستك انهم 28 صفحه، ومش كده وبس، ومن عدد اسئلتك انهم 5، عدد صفحات 28 وعدد الاسئله 50 سؤال. دي واحده. الحاجة المهمة ما تدورش على اللي ينكد عليك. يعني في بعض الطلبة فقر، أول ما يمسك الورقة هو عنده فضول يشوف الأسئلة كلها، وعمال يقال ده حلو ده حلو، لا ده وحش ده حلو. أنت يا ابني بتدور على اللي ينكد عليك وأنت بتحل؟ إلا سؤال سؤال. اللي ما تعرفوش سيب مكانه، هو كده كده مكانه معروف، وابدأ حل غيره، وبعد ما تخلص فكر في السؤال ده. انما عشان تقعد تفوت تبص في الامتحان كله وكل سؤال مش عارفه وعمال تنكد اكتر، هتيجي تحل اللي عارفه انت مش مركز، انت بتفكر في اللي انت مش عارفه، فلا طولت ده ولا طولت ده. دي حاجات مهمه جدا صغيره بس بتفرق معاك وانت بتجاوب. الحاجه الثالثه، يتم تقييم فكر موضوع التعبير من خلال الفقرات الست. يعني انت مطلوب منك في التعبير، ادي الصفحه بتاع التعبير اهي، هو سايبها صفحتين، انا عايز 6 فقرات. ايه الفقرات؟ ازاي؟ انا عندي فقرات اهو، بعمل كده مع بدايه كل فقره بسيب مسافه صغيره، في اخرها بحط نقطه، بين الفقره والفقره بسيب سطر، بين الفقره والفقره بسيب سطر، جوه الفقره ما بسيبش سطور، بين الفقره والفقره بسيب سطر. هيطلع لك الشكل ده. عايزين بقى 6 فقرات من دول. درجتك هتقيم على الـ6 فقرات، مش 6 عناصر، مش نظام النظام زمان العناصر 1 2 3 4. العناصر والافكار دي بننبه عليك ان دي مسوده خاصه بيك. يعني كده في المسوده من ورا، ودي خاصه بيك عشان لما تيجي تكتب موضوع تعبير بتفكر نفسك انا هتكلم في دي وفي دي وفي دي وفي دي، لكن دي خاصه بيك، مسوده خاصه بيك، لا تدخل ضمن التقدير ولا تحاسب على تركها. يعني لا هتاخد درجات عليها ولا هتنقص لو سبتها،
فملهاش اي لازمه، هي عباره عن مسوده خاصه بيك لتفكيرك بس بالعناصر اللي انت بتتكلم فيها داخل موضوع التعبير. دي واحده. واحده كمان، عند اجابتك على الاسئله المقاليه الاختياريه اللي منها اجب عن الف او ب، تجب عن الف او ب فقط. يعني في ناس بتفرح ان هي عارفه الاثنين فتقعد تكتب في الاثنين. بننبه اجب عن الف او ب فقط. ملاحظه كمان، عند اجابتك باكثر من اجابه على الاسئله المقاليه سيتم تقديرها. يعني زي ما فهمتك انت في الاسئله المقاليه، بنبه الاسئله المقاليه، انت بتكتب اجابتك، انت حاسس ان في حاجه تانية تبع الاجابه اكتبها، ما كفتش المساحه اكتب في المسوده زي ما اتفقنا ورا، كل اللي انت شايفه تبع الاجابه اكتبه وسيتم تقديرها. ولكن سيتم تقدير الاجابه الاولى فقط في الاسئله التاليه. يبقى انت الاسئله المقاليه العاديه اللي انت شايفه تبع الاجابه اكتبه، لكن تاخد بالك ان في بعض الاسئله احنا بنصحح مش هنبص غير على الاجابه الاولى بس. ايه نوع الاسئله دي بقى؟ واحد، في النصوص، في نوع الصوره وقيمتها الفنيه. يعني انا بقول لك نوع الصوره مثلا في قلب شرائع، انت قلت لي تشبيه ورحت كاتب لي واستعاره، انا مش هبص غير على الاولى. الاولى صح همشيها، غلط هعملها غلط، مش هبص على الثانيه اصلا. يبقى في النصوص، في نوع الصورة وقيمتها الفنية. يعني انت مثلا قلت لي للتكسير والتوضيح، انا مش هبص على التوضيح ده اصلا، شوف اللي كله على التكسير صح صح غلط غلط. يبقى في نوع الصورة وقيمتها، في نوع المحسن وقيمته، في نوع الاسلوب وغرضه. ده بالنسبة لشغل النصوص. في النحو، في سؤال الاعراب، مش هبص على غير على الاجابه الاولى، مش اي اجابه انت عارفها وخلاص. يبقى في النحو، في سؤال الاعراب، وفي سؤال الكشف في المعجم، اكشف في المعجم اجابه واحده ما اشوفش غيرها. حاجه كمان، في السؤال اختر، اختر اللي هو التظليل. انا عندي الف ب ج د، اما تيجي تظلل ظلل الاختيار بتاعك تظليل كامل. يعني ما تعمليش كده، ايه دي؟ ظلل كامل، ظللها كده بالجاف مش بالرصاص، مفيش اجابه بالرصاص زي ما اتفقنا. دي حاجه. طب في حاله انت اخترت دي وانت بتراجع اكتشفت ان دي غلط وان الجيم دي هي اللي صح، بتعمل ايه؟ بتروح عامل كده علامة اكس عليها كده، وتطلع حدود الاكس دي بره شوية عشان يبان ان في اكس، لان انت عامل اكس بالازرق ومظلل بالازرق، فلازم تطلع عليه بره شوية عشان تبان، وتروح مظلل بيه. وعشان تبقى متأكد ان اجابتك اكتر، بس بعد ما تخلص خلاص بقى ممكن تكتب جنب الاكس دي ملغى، مش عايز تكتب ملغى دي براحتك. طيب وانت بتراجع اكتشفت، ما انت متردد بقى، اكتشفت ان دي اللي كانت صح ودي اللي غلط، هتعمل ايه؟ مفيش اي مشكله، لو انت مش كاتب مرة دي اعمل على دي اكس اهي، واللي انت عملت الحدود بتاع اكس دي دخلها جوه التظليل عشان برضه تبقى ضامن نجاحك، ما بانش ان انت كنت عامل اكس اصلا. فخليك ناصح في الاجابه، زي ما قلنا مش كل اللي ذاكر بيعرف يجاوب، في ناس بتضيع درجات بسبب الاجابات. يبقى ده في سؤال ايه؟ التظليل. وزي ما اتفقنا اتاكد من عدد صفحات ورقتك انها 28 صفحه، من عدد اسئلتك انه 50 سؤال.